حاجة أنا عايشها لك. وملوش في عادات الكبار ولا كلام الكبار، هو يعرف يقعد قعدة زي القعدة دي؟ أنا رأيي كده. لا 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 لا. شوف بقى خميس، الواد براءة ده رغم إنه شغال معانا إنما تحس إنه براني مش أصلي، وإحنا صعايدة ما نديش بناتنا لحد بره أبدا. وأنا لو حبيت أزرع شجرة لبنتي أزرع لها شجرة جدرها واصل لسابع أرض، جدر أصلي. فهمت يا أصلي؟ أنا كده عملت معاك الصح يا باشا، يعني الحوار ده أنا ماليش فيه، وسيرتي ما تتجابش. حلمك علينا شوية بس يا سوريا، تبقيش كابسة علينا قوي كده. معلش يا باشا، أنا ركبي بتخبط في بعضيها، الناس دي لو عرفت ما ترحمش، ممكن تتبحن. يا بنت لمي نفسك وكلمي عدل مع الباشا. معلش يا باشا، فكوا الكيس انتوا الاول. انت ايه، بلعت فلوس ما بتشبعيش؟ بص يا سوريا، المعلومات اللي انت بتقوليها دي لو طلعت صح ليكي عندي مكافأة ما تحلميش بيها. دي بضاعة بمئات الالوف يا باشا، يعني يا ريت ينوبنا من الحب جانب، واكيد انا مش اغنى من الحكومة. انت واثقة من المعلومة دي ولا؟ عيب يا باشا، سوريا ما تقول كلام بيبقى هو التمام، وانا بت بمئة راجل، وانا جايبة لك الاوكي. المهم المكافأة دي قد ايه؟ يا بنت لمي نفسك. استنى بس شوية يا باشا وانا هشوفك. خليني تشوفي مين يا بنت؟ عاجبك كده يا باشا؟ دي تبقى ليلة القدر اتفتحت لك يا فندينا. انت مستقلية بابنك ولا ايه يما؟ معاش اللي يقول كده. انا قصدي اقول ان جوازة زي دي في مصلحتنا، خصوصا وانت لسه ما نفضتش تراب السجن من على جتتك، ولما سبتنا بقينا في النازل، وجوازة زي دي هتفتح في وشنا الأبواب ونقب من على وش الدنيا. أنا يا فندينا يا أما، إن كانت الدنيا ادتني ظهرها حبتين فمسيرها تروق وتحلى وتدينا وشها وتضحك من تاني. ما هي بتضحك لنا بس أنت اللي مغفلاها قوي. دي سكة مش لازماني. واللي تلزمك الرقاصة اللي واكل عقلك. رقصتي؟ انت فاكرني نايمة على وداني ولا عاجزة بصحيح؟ انا من الكرسي ده بدور الدنيا بحالها. خلاص يا حاجة ملوش لزوم الكلام ده. بس يلزمنا انا يا روح امك، مش افندينا اللي يقع في بيت زي دي ويتجوزها، واذا كانت لازماك قوي ارملها قرشين اخر الليل زيها زي غيرها وزيك زي غيرك. بزيادة بقى يا اما. بزيادتك انت، انت اللي لازم لك جفلة. خلاص الجفلة بقت بضبة مفتاح والحكاية جابت اخرها. يبقى تتجوزها بعد ما تخلص المصلحة، والقرشين اللي هيطلعوا منها يخلوك تخش عليهم بقلب جامد وراسك مرفوع لفوق. ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك ويبعد عنك ولاد الحرام. الله أكبر الله أكبر. هي دي الخطة يا فندم. لازم تتأكد من المعلومات اللي جات لك كويس قوي يا أسر. هو ده اللي حصل بالظبط يا فندم، وجاري البحث والتحري، بس عنصر السرعة هو اللي هيحقق لنا المفاجأة، ده اللي احنا محتاجينه يا فندم. مظبوط. الخطة اللي انت عاملها مش بطالة يا أسر. يعني نبدأ يا فندم؟ إذن النيابة جاهز، ربنا معاك. تمام يا فندم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. صدق الله العظيم. يا
مساك الخير يا فندينا. ايه؟ بتقول ايه؟ انت مين قالك الكلام ده؟ اوعى لك كل الكلام ده تهييس. جدع يالا. طب سكة انت دلوقتي. هحليلك بقك يالا. اهو كده الكلام يحلو. كلام ايه ده اللي هيحلو يا براء؟ هتفرحي قريب قوي 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 يا مطر. هفرح بايه؟ هو انت ناوي على ايه؟ بقول لك ايه؟ سيبك بقى وفكك من ام شريط السبب ده. ما تريحني بقى وتقول لي بتعلقني ليه؟ يا بنت ريحي انت شويه، هقول لك بعدين. طب ما تقول لي دلوقتي، تقول لي بعدين ليه؟ بقول لك ايه؟ سكه انت عشان انا عايز ابويا دلوقتي. ما تقول لي بقى وتريحني. علي. ابن الميت لحربته. مشكورة سعادة البيه. يا نار الجل. بعد إذنك يا بيه. بعد إذنك يا بيه. لا إله إلا الله. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا ينجيك يا ابني انت واللي معاك ويمنع عنك كل عين رضية. تصليها في الحرم يا حجة ان شاء الله. لابسة كده ومتأنتكة ورايحة على فين؟ رايحة لأم طارق جارت أم الله يرحمها، أصلها بعافية شوية، وبعدين انتي عارفه انها ملهاش غيري، فقلت اروح لازم اطمن عليها. اه وانتي ما يفوتكيش واجب ابدا. ربايه ايدك يا حاجه. ماشي يا شوق، روحي بس ما تعوقيش. لا ازاي، قبل صلاه العشاء هكون هنا ونصليه جماعه ان شاء الله. شوق. نعم. من هنا لهناك على طول. من عينيا يا حاجه. لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين فاغفر لي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زد إيمانك يا حجة. يا معلم أبو سنة، أيوه كله تمام، البضاعة تمام وهنتحرك دلوقتي. قول لي يا غالي، أخبار أفندينا إيه؟ طبعا الحمد لله، اديه يبقى ضحكنا على الحكومة والبركة في المعلم النوح. مع السلامة يا غالي. البضاعة تمام والفلوس في أمان يا معلم. كده احنا حبايب، ربنا يديم المعروف بإذن الله، عشان اخد بخاطر اخواننا البعدة. طول عمركم أصحاب الأصول يا معلم. بني آدم مننا إيه غير بني آدم؟ لمؤاخذة يعمل عمل طيب، لمؤاخذة في الدنيا دي اللي ملهاش أمان، بس الحكومة تفهم. سلام عليكم يا معلم. المعلم أبو سنة طمني، أفندينا بخير والحمد لله. يلا بينا. يلا. الهم يا رجال. يا راجل. ماشي 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 على عيني، ألف سلامة. ما تضحكنا معاك يا معلم، ولا احنا يعني ملناش نايب في الفرح ده؟ انتي